غياب محير عن الديار جعل عائلتي حبشي ومقران بعين البيضاء في رحلة بحث امتدت لثلاثة أيام عن البنت آية والتي اختفت منذ يوم الأحد على الساعة 8 صباحا وبدون أي أثر يذكر. بنتي آية حبشي خرجت نهار الحد 8 راح تقرأ سنة رابعة متوسط في متوسطة بن سينا. راحت 8 تاع الصباح قفلوا عليهم الباب. خرجت بنتي ما بانتش. بنتي راي اختفات من نهار الحد 8. هاي مينار هاي 15 سنة في عمرها. اي ولا مرة خرجت من الدار ولا مرة خرجت وحدها من الدار ولا مرة سافرت وحدها تسافر معانا يا ناو باباها يا ناو خوتها. آية التي تدرس بمتوسطة ابن سينا يشهد لها القريب والبعيد بسلوكها السوي، ولكن ما الذي تغير حتى تغادر بهذه الطريقة؟ أو أن في الأمر معطيات أخرى؟ أي راهي مش مالفة هكا، راهي أي راهي نطلبوا منكم اللي شافها في مدينة باتنا، سمعنا بأنها في مدينة باتنا، اللي شافها في مدينة باتنا ولا شافها في أي منطقة من ولاية أم البواقي يخبر أهلها. ظاهرة الاختفاء أو ما عرف منذ مدة بالاختطاف تطال هذه المرة بنتا في عمر الزهور، لتنتظر العائلة بفارغ الصبر عودتها إلى مكانها الطبيعي وفي انتظار تفاعل جدي مع القضية.